انذار، حظ انه جاله شفوي. سوريا سوريا سوريا، خلي بالك يا سوريا، خلي بالك يا سوريا، عندك انذار وممكن تاخد كارت احمر يا حبيبي. عشان كده فابيو سيزر رايح للحكم بيقول له، قال له خلي بالك ده عنده انذار قبل كده. وسوريا بكوعه اليمين اداها لحامد اسماعيل في وجهه، خلي بالك مقصوده مش مقصوده مش عارفين مش عارفين. هو عموما من النوع اللي بيحمي نفسه دايما وهو بيجري، لكن اعتقد ان دي فيها مشكله. انذار تاني وكارت احمر لسوريا، فعلا كارت احمر لسوريا، كارت احمر لسوريا. اتاخر كتير على فكره، شاف الدم بيسقط من وجه حامد اسماعيل، لما راح وشاف الدم بيسقط من وجهه او انفه عرف انها تستحق الانذار. هو الاول كان شاكك، واعتقد ادى الخطا بناء على سقوط حامد اسماعيل وما شافش الموضوع بشكل مباشر، والا لو كان شافها بشكل مباشر كان طلع الانذار فورا او كارت احمر فورا، دي تحتاج كارت احمر فورا بالمناسبه يعني. ولكن هي شكلها من بعيد فيها خطا فعلا من سوريا. اذا الاولاني محمد الكواري بيفكرنا، ده الانذار الاولاني وده دلوقتي الانذار الثاني. اذا اللونين الصفر على بعض اتجمعوا اصبح لونهم احمر. اهي لا 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 يا سوريا يا جميل، ده انت جميل يا اخي، خساره يا اخي، خساره الطيبه اللي فيك والبراءه اللي فيك والبيبي فيس اللي معاك واخلاقياتك الجميله، ما تقدرش تحمي نفسك وتمسك نفسك من الموقف ده. خساره خساره خساره. ولازاروني هادي، وسوريا خلاص بيرحل ويترك الملعب. قال لك لا مش، وقد تكون زوجة سوريا، مش عارف طبعا، مش عايز افتي. إصابة لحامد اسماعيل كده، الموسم بالنسبة لسوريا انتهى، لكن لم ينتهي بالنسبة لمنتخب قطر في مرحلة التجمع القادمة إن شاء الله. إذا بوساكا اصطاد، وأعتقد إني أحد المساعدين يعني قال له، أو هو لما قرب وشاف الدم والنزيف نازل من